السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أكيد يعني بصفتي نيرد تكنولوجيا مش هفوت مؤتمر قبل من غير ما أعمل عليه فيديو، حتى لو كنت غيرت اتجاهات شوية في القناة الجديدة. امبارح الساعة 8 بالليل خلص مؤتمر أبل اللي كان حقيقة بالنسبة لي مخيب سيكا. كنت مستني شوية حاجات في الهاردوير بتاع موبايلات أبل، إلا إن كالمعتاد دايما توقعاتي بتكون أعلى من اللي بشوفه في المؤتمر. أنا بقالي تقريبا 6 سنين من ساعة الآيفون 6 وأنا بتابع مؤتمرات أبل، ودايما بحط هاي اكسبكتيشنز وهم بيدمروها، والعيب مش فيهم يعني، العيب فيه انا بصراحه. يعني انا دايما بحط ايه امال عاليه على الموبايلات، زي ما بعمل مثلا مع مؤتمرات سامسونج او مع مؤتمرات هواوي في الاعلان على موبايلاتهم الجديده. دايما بتوقع انه سامسونج وهواوي هيحطوا حاجات عاليه، وفعلا بيحطوا حاجات عاليه احيانا بتكون زي توقعاتي واحيانا بتخيب توقعاتي. الا ان ابل في الهاردوير اللي هو في صناعه الايفون الجديد يعني كاسلوب صناعه، ما دايما من ايام الايفون 6 ما تشدنيش بصراحة. هي الحاجة اللي دايما أبل متميزة فيها حقيقة هي نظام الاي او اس. نظام الاي او اس بتاعها لا يزال الفريد من نوعه والوحيد على مستوى العالم. هو مفيش غير نظامين اساسا، يعني اندرويد واي او اس. اندرويد زي ما احنا عارفين متفرع، كل شركة بتعمله زي ما هي عايزة، لكن الاي او اس هو نظام تشغيل واحد بس اللي بيكون على الايفونات والايباد وكده، يعني لكن يعتبر نظام تشغيل واحد برضه. وهي دي لعبة أبل، ان انت لو حابب نظام الاي او اس فانت ما قدامكش غير ايفون، انما لو حابب نظام اندرويد فانت ممكن تشتري من سامسونج، ممكن تشتري من هواوي، ممكن تشتري من اوبو، ممكن تشتري من ريلمي، ممكن تشتري من ون بلس. وبغض النظر عن اي حاجه اتقالت في المؤتمر عن الايفونات الجديده، ففي حاجه واحده بس هي اللي لفتت نظري. الايفونات الجديده هتيجي من غير شواحن. هقولها تاني، علبه الايفون 12 هتيجي من غير شاحن. هي هتيجي من غير سماعه بس ده عادي ممكن نتغاضى عنها. هتيجي من غير شاحن للايفون. انا والله بحاول اعصر في دماغي كده عشان ادور على جهاز بيجي من غير شاحن، ويا ريت ما تقعدش تتلكك وتقول لي ما هو الباور بانك بيجي من غير شاحن ومش عارف ايه. لا انت كده بتتلكك. الناس اللي هم نردات التكنولوجيا هيفهموا انا بحكي في ايه. ان حاجه زي الايفون تيجي من غير شاحن دي تعتبر يعني ضربه كبيره. لو الحوار ده كان حصل من اي شركه تاني كان برضه هيبقى صدمه. يعني لو سامسونج مثلا اعلنت عن النوت 20 نزل من شهر تقريبا او من شهر ونص من غير شاحن كان برضه هتصدم، مع العلم ان سامسونج بتكون من غير شاحن اهون بكتير من ابل ان هي تكون من غير شاحن. اصل سامسونج دي انا ممكن اروح لاي سوبر ماركت واشتري منه شاحن ب 20 جنيه وهيأدي معايا الغرض، لكن على عكس ابل فانت عاوز شواحن مخصوصه لموبايلاتها، ومش شواحن مخصوصه وبس، ده انت كمان عاوز كابلات مخصوصه لموبايلاتها. كم مره مثلا تكون مسافر او في رحله وتلاقي واحد غريب جاي عليك بيسالك معاك شاحن ايفون؟ هي ما حصلتش معايا حقيقه، هي حصلت مع ناس كانت مسافره معايا، يجي واحد غريب كده يسال صاحبي اللي ماسك ايفون في ايده معاك شاحن ايفون؟ ده لان شاحن الايفون حاجه حرجه ومش اي شاحن وخلاص اشحن بيه الايفون. وابل عامله ده بقصد، لان سياساتها ان هي تبقى مميزه في اي حاجه هي نازله فيها. وهعيد مره تاني، انا ما اتكلمتش عن السماعات لاني ممكن اعتبرها ان هي رفاهيه، ولو اتشالت ماشي عديها، يعني مش عايزين سماعات، احنا مش هنموت لو او الموبايل مش هيشتغل لو ما سمعناش عليه بسماعات، ولكن الموبايل مش هيشتغل لو ما اتشحنش. فالشاحن ده مش رفاهيه، ده اساسيات. فساعتها هيجي الابل فان بويز يقولوا ما هي كده كده كانت بتحط شاحن اي كلام، بتحط يا دوبك كده حته شاحن صغير بيشحن الموبايل في 3 ولا 4 ساعات. يا سيدي يشحنه في 3 ساعات، في 4 ساعات، في 4 ايام، في 4 اسابيع. اهم حاجه يتشحن يخليه يوزابل، خصوصا لواحد زي عايش طول حياته موبايلات اندرويد. لو حب ان هو يشتري الايفون 12 الجديد فبالنسبه لي حوار الشاحن ده يبقى ماساه. انا مش معايا اي شواحن ايفون، فانا ما قداميش غير ان انا اشتري الشاحن بتاعه، وطبعا مش هشتري اي شاحن خلاص. طالما دفعت هدفع اشتري الفاست تشارجنج او الشحنه ب $50 ولا $60، بضيف على سعر الايفون اللي هو اصلا غالي سعر الشاحن. ودي نقطة تانية جت في بالي، ان المفروض الحاجات دي كلها بتتشال عشان تقلل من سعر الايفون. الايفون سعره ما قلش، الايفون كل سنة اما بنفس السعر او اغلى، اللي هو بيعملوا النسخة البيزك من الايفون بنفس السعر، والنسخة البلس او نسخة البرو او نسخة الماكس بتكون اغلى. فاحنا على مدار اخر 6 سنين بنسمع ان ابل بتشيل وفي نفس الوقت بتغلي، والموضوع كله بدأ من ايام الايفون 7 لما شالوا مدخل السماعات. وبكده ما ينفعش ان انت تركب اي سماعه بمدخل 3.5 مللي في الايفون 7، لازم اما السماعه بتاعتهم بالمدخل بتاعهم او بالادابتر اللي بيخلي مدخل الايفون يتحول لمدخل سماعه او بالايربودز. هم دول الثلاث طرق عشان توصل سماعه ولا رابعه لهما. وبعدها راحوا شالوا الادابتر اللي بيحول مدخل الشحن لمدخل سماعه، وكده ما قدامكش غير ان انت تستخدم السماعه بتاعتهم بالمدخل بتاعهم او ان انت تشتري الادابتر اللي بيحول. وتشتري من مين؟ هتشتري منهم، او ان انت طبعا تستخدم الايربودز. راحوا بعدها شالوا السماعه، فانت ما قدامكش غير ان انت تشتري السماعه، لازم هتدفع. وما تنساش كل ده ان الايفون ما بيرخصش، لا بيغلى. يقوموا يجوا السنه دي بقى يعملوا لك ايه؟
يشيلوا الشاحن، فالعلبه مش هيجي فيها غير الموبايل والكابل وشويه الورق اللي هو بيشرح لك كتيبات الشرح كده اللي عمره ما حد بيقراها. فانت كواحد طول عمرك مستخدم لاندرويد، لو رحت تشتري الايفون 12 فانت هتشتري معاه شاحن وهتدفع فلوس فوق فلوسه. وانا ممكن حقيقه اتنبا ان السنه الجايه بناء طبعا على المؤتمر ان هم اضافوا اسلوب شحن جديد بتاع المغناطيس ده اللي هو شحن وايرلس بيزق مغناطيس من ورا، ان هم هيشيلوا مدخل الشاحن من موبايل السنه الجايه. قبل في المؤتمر بتاع امبارح اعلنت على اسلوب شحن جديد وهو شحن وايرلس بيلزق بمغناطيس في ظهر الايفون. هو شحن وايرلس طبعا بيتوصل بسلك، لكن انت مش بتدخل السلك ده في الموبايل، انت يا دوبك بتلزق البدل المغناطيس دي في ظهر الايفون، وبناء عليه زي ما قلنا السنه الجايه مش هيكون في مدخل شاحن، وهتضطر ان انت تشتري الشاحن ابو مغناطيس اللي غالبا سعره هيكون فلكي كالمعتاد، مش فلكي اوفر يعني، بس نسبيا هيكون سعره غالي. وفي نفس الوقت سعر الايفون اللي جاي اكيد مش هيرخص. تلاحظوا ان انا متعصب وجاي على ابل جامد حقيقه، لان انا مش بكره ابل، بالعكس انا بتطلع دايما منها ان هي تقدم حاجه تنافسيه عشان بقيه شركات الاندرويد يا يقلدوها يا يعملوا احسن منها، لان انا مش ابل فان بوي، لا انا بحب الاندرويد النظام المنفتح اللي بيديني فرصه ان انا اعمل حاجات اكتر. فابل ما هي الا وسيلة عشان نظام الاندرويد يتطور اكتر، موبايلات الاندرويد تتطور اكتر. فلما تيجي مثلا ابل تعمل حركة زي دي زي ما عملت مع مدخل السماعات لما خلت الشركات كلها تشيلها وهي كانت السبب الرئيسي، فاستنى سنتين ثلاثة وهتلاقي الشركات كلها بتشيل الشواحن ونقعد احنا نندب حظنا من غير شواحن. في بوينت تاني عايز اعلق عليها وهو المبرر بتاع ابل ان هي ليه شالت الشاحن من علبة الموبايل، والسبب هو استعد البيئة. ابل لما تشيل الشاحن من العلبة فهي بتحافظ على البيئة. حقيقي ده عذر أقبح من ذنب، عذر يعني مستفز، وهيستفز الناس اللي بيحبوا أبل أكتر من الناس اللي مستنين غلطات لأبل. أنت عارف إن في فريقين، فريق بيحب أبل وفريق بيكره أبل، يعني ده يقعد يشتم في ده وده يقعد يشتم في ده وهكذا، ربنا يشفيهم. هم لو كانوا قالوا والله ان احنا شلناه عشان نكسب فلوس اكتر والله كنت صدقته، لانه ما كذب. كل اللي حصل في حوال مدخل السماعات لما شالوه تم اثبات ان هو غرضه مادي بحت، وفعلا ابل حققت ارباح رهيبه من بيع السماعات والايربودز. فبيئتين اللي انتوا هتحظوا عليها لما ما تحطوش شاحن، ما تقولوا ان انتوا عايزين تكسبوا، خليكم صريحين معانا بلاش شغل الايد. وكالمعتاد ابل هتعتمد على سلاحها السري نظام الاي او اس اللي لا بديل عنه، اللي ملهوش اي بديل في اي حته غير الايفون، والابل ايكو سيستم طبعا اللي خلاص اللي بيخش فيه ما بيطلعش. وعلى الرغم من كل ده ابل لا تزال شركه مميزه ليها قاعده كبيره، مبيعاتها في السماء كل سنه، ولكن قراراتها دي بتستفز الغلابه اللي زي اللي مش معاهم فلوس، وبتؤكد نظريه ان ابل بتستهدف فئه معينه من الناس اللي هو فئه الاغنياء، الناس اللي مستعده تدفع وتصرف بغرض الحصول على المنتج اللكجري اللي هو الايفون، علامه الغنى وعلامه الراحه الماديه. والله وربنا يصلح الحال، لان احنا تعبنا من كتر الصرف وسقف الاسعار اللي كل سنه بيزيد تحت ايد ابل. ابل اللي بدات حوار موبايلات فوق $1000 مع الايفون اكس، وحاليا كل الموبايلات الفلاجشيب فوق $1000 وبس كده. اتمنى يكون الفيديو ده حلو ومفيد ومحدش يفهمني غلط ان انا بهاجم ابل، والله انا بحترم ابل جدا، وزي ما قلت بعتبرها ان هي الوسيله اللي بتطور باقي الشركات. فيا ريت لو عجب الفيديو ده تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت، لان ده بيساعد على ان الفيديو ينتشر للناس اكتر. وشكرا.